حرقت على لوحه معلم، عملت فيزا على بولونيا ما اعطونيش، على اسبانيا ما اعطونيش، اخر حل البحر. صاحب شهاده عليا حرقت على لوحه، يعني عرفتها الوحش ولا لا ذا معلم. يعني الواحد يختار يريسكي بحياته يوصل ولا ما يوصلش باش امه يحسن الوضعيه نتاعه. انا عندي ثلاثه صغار اقسم بالله، والله عايش خويا، خليتهم صغير فاهم، خليته عمره عام وسبعة شهور، عرفتها كي ريسك ريان وقالي ريان. انا خمسة سنين ما ريتش ولادي، ولدي صغير كي روحت يخزر لي هكا مصدوم، يا بابا ايش ابوسني يا بابا، يخزر لي قال لي خي شكونك انت يا بابا، قلت له وين ابوك، ونكلم فاهم لو عرفتها كلام فاهم وشوفهم بالكاميرا مش كيف، خزر لي قال لي انت في التصويره، يعني كما جيتش في التصويره ما عادش يعرفني صح، يعني بالحق قلبك يوجعك صح. انا خمسة سنين ما روحتش، نبدا خايف كان يموت بابا ولا كانت تموت امي شنو باش نعمل. عملت وريقات، اول طياره روحت به بقيت بوش بي ما فهمت حتى موضوع، دخلت البارح باش نقضي دبوزه زيت تاع الغرباع ب 7000، دبوزه زيت الكبيره ب 30 دينار صاحبي بالرسمي في اوروبا ارخص من هنا معلم. اني لما قبلنا بعث لها 300 يورو جات 900 دينار، وتقول لي اسمعني راني مانيش خالت ندوخ، انا نقول لها اخي صغيرين اخي تكيفوا يسكروا شنو الحاله هذه. كي جيت معلم، كي جيت اقسم بالله ولد تعمل لي برا اخرج اقضي وحدك، نزم يا تلف معلم نرجع بصرفات في شيء. معدل دخل تونسي اليومي 30 دينار، والحال انه يصرف 20 دينار ايسونس، الدخان نتاعه وقهوته وكل شيء ذم حط لهم 15 دينار. سيمون 30 دينار ماتت هذه، لا حكينا معناتها لا على فطور، لا حكينا لا على حد شيء. اليوم كيفاش عامل التونسي؟ اليوم نشد الميكرو ريت التونسي كيفاش يعيش؟ يعيش بقدرة ربي. بالرسمي بقدرة ربي، يعني كي تجي تشوف انت انسان زوالي ياخذ فيه 20 و 30 دينار، ايش باش يعمل بها؟ كيفاش باش يخلص كراه؟ كيفاش باش يخلص ماء؟ كيفاش باش يخلص ضوء؟ وبعد يقول لك كيفاش مشاكل؟ وكيفاش سرقه؟ وكيفاش بركه جات؟ يا رب الرسمي يا رب عذر اقبح من ذنب، يعني بالحق تعطيه 30 دينار وقول له برا عيش، كيفاش باش يعيش مال؟ منين باش يعمل؟ باش يعمل بالضبط؟ باش يعمل؟ كيفاش باش يجيب صغار؟ كيفاش باش يكون؟ المستقبل هذا انا عندي خمسة سنين من خرجت، خمسة سنين اخر 2017 خرجت من البلاد، خرجت من البلاد، خرجت منها البلاد عامل متريس جي اش تي جيستيون اوتيليري توريستي، خدمت في الكروان سيرفيس كنترول ناخذ 380000 380 دينار في 2017 2016 380 دينار. نركب منها نسكن في سوس، نركب من حي الرياض الباب بحر ليبوك 600 هذا اللي 550 طولت 750 فهمتها، روحت بالحق تصدمت قاش متى تصدمت. انا الحامل اللي ناخذ فيه في اوروبا 9 اورو ب 10 اورو، جيت انا خذيت جيكو ب 80000 اقسم بالله الدوخ. انا كنت في فرنسا 2000 نحكي لك 2018 مع بعضنا ثلاثه نتشاركوا في علوش ناخذ ب 50 ب 60 اورو مع عند الفلاح نذبحوه ونشيخوا به تو علوش برا نشوفه بقداش معلم. بالرسمي يعني بالحق راهو التونسي هذيا بالحق، يعني اول مره انا عمري 40 عام اول مره نشوف حياه تونسي كيما بالحق وبوديروا له على الحظيظ الانسان، وبعد يقول لك هو مشاكل هي بركاجات كيفاش باش يعيش الشباب معناها؟ جينا هيسي تو اذا حكينا مع 30 دينار معناتها واحد شهريته 900 دينار باهي، ما لا اللي ياخذ 600 و500 هذاك شنو باش يعمل معناتها؟ سامحني معناتها يدخل في 20 دينار كل يوم وتلقاه يصرف 40 و100 وماش يخلط مين نجمش. بلاي الدخل نتاع التونسي الدخل الادنى نحن قداش؟ 420 في بالي 420000 والكرا قداش؟ الكرا نتاع دار باهي فسر لي هذه ترى ما عادش ان بليساي قال دو ولد ان بليساي قال موان 5 بالحق يعني بالحق بالرسمي عاود لي كيفاش ما عادش ان بليساي قال دو ولد ان بليساي موان 5 يعني بالحق يعني تو الاسوام انا حسب ما شفت ولد فوا 4 في الاربعه يعني بالرسمي يعني انا مشيت ناخذ في باقات دخلت الكوشه قال لي ما فهمش باقات اخويا اش فهم؟ قال لي فهم خبز طلياني هك عرفتك المبسس نتاع 50 فرنك قبل ب 400 فرنك يعني واحد عنده عالي يهز 10 او ب 4000 معلم اظن كيفاش باش ياخذ الحم؟ ما البرا ان باجيت صاحبي ان اورو ان اورو، اما لو الدخل نتاعك المينيموم تاخذ في 2000 اورو يعني انت كي تاخذ كيلو الحم ب 10 اورو راك تمشي تعدي تاخذ سبيدر اوريجينال ب 100 اورو معلم في تونس راك ما تنجمش تاخذ سبيدر اوريجينال. انا عندي خويا يعني خل مني شوي كلمته شنو نجيب لي قال لي برحمه بوك جيب لي سبيدري قال لي راني يخدم ياخذ 800000 قال لي مانيش خالط باش ناخذ سبيدري قال لي كل شهر نبرمج باش ناخذ سبيدري نجبد الشهريه قال لي نعجز باش ناخذ سبيدري قال لي ندخل هكا باش ناخذ سبيدري نلقى بمليون 900000 800000 يعني ياخذ شهريه ياخذ بها سبيدري بالرسم يا خويا اقسم بالله الله يقدر الخير ما نعرفش شو الماشيين برجولي احنا رانا شفنا تو الشعب الشعب رانا لنا مع قيس سعيد لنا مع الغنوش لنا مع شيء احنا مع انسان يحسن الوضعيه مع خبزتنا احنا ما يهمناش فاهم هما شفتها احنا عندنا تو قداش من عام الثوره عندنا بريسك 11 عام 11 عام برحمه والديك شنو شفت خير شفت
ما فما حد شيء. انا بعد الثوره معلم كنت ماشي في بالي باش ندخل نخدم وكذا وسعيت وتحركت وفرحت بان سير فرحت. بعد الثوره اخويا جيت نشوفه فين نلقى ما فما شيء، ما فما حتى حاجه، ماشي للاسوء، ماشي وهابطه لوطه البلاد، ماشي وهابطه لوطه. الواحد كي يمنع منها، كي يمنع من البلاد هذيا بالحق يسمى سلكها برجوليه فرانشمون. كاين ناسك سؤال تو جاوبني عليه بكل صراحه، واضح؟ جاوبك بصراحه بصراحه بكل صراحه. اليوم باش تعيش مرتاح في تونس مورالمون متهني، قداش لازمك شهرين؟ انا برجوليه مينيموم، مانيش باش نبالغ، مينيموم 1700 2000 2000 2000 دينار، 2000 دينار باش تخلص كراك وباش تعيش وليداتك وباش تعيش. معانس بيان سور عندي ثلاثة صغار معانس. أنا خليت ثلاثة صغار. دينار تقصد زوز ملايين توانسة؟ شهر كري وماء وضو وصغار يكفيوك. مينيموم هذه مينيموم. صعيبة هي صعيبة في البلاد هذه صعيبة صديق. خاطر أنت مثلا باش تحط له كيلو لحم ب 30 دينار. إيش باش يعمل صديق؟ ياخذ كيلو لحم ويروح. ياخذ كيلو طماطم وكيلو بطاطا ويروح صغيرات ومعال. أنا عندي ثلاثة صغار أقسم بالله. والله عايش خويا خليتهم الصغير فاهم خليته عمره عام وسبعة شهور. عرفتها كي ريسك ريان وغاني ريان. مشيت حرقت على لوحه معلم، عملت فيزا على بولونيا مع تونس، على اسبانيا مع تونس، اخر حل البحر فهمتني، وعمل متريز راني نعاودها لك، يعني راني قريت في البلاد هذيا وتعذبت. صاحب شهاده عليا، صاحب شهاده حرقت على لوحه قلت لي. صاحب شهاده عليا حرقت على لوحه، يعني عرفتها الوحش ولا لا ذا معلم، يعني الواحد يختار يريسكي بحياته يوصل ولا ما يوصلش باش اموا يحسن الوضعيه نتاعو. انا خمسة سنين ما ريتش ولاد، ولدي الصغير كي روحت يخزر لي هكا مصدوم، يا بابا ايش ابوسني يا بابا، يخزر لي قال لي خي شكونك انت يا بابا، قلت له وين ابوك، ونكلم فاهم لو عرفتها كلام فاهم وشوفهم بالكاميرا مش كيف. خزر لي قال لي انت في التصويره، يعني كما جيتش في التصويره ما عادش يعرفني صح، يعني بالحق قلبك يوجعك صح، يعني كي تشوف البلاد كيما هكا اقسم بلا اله الا الله. عندي خمسة ايام لزق على المر كان مر مالو اخي مالي، علاش خارج عني عم عامل شهاده جامعيه نورمالمون انا نخدم في بلادي يا معلم. صراحه رقيت قدرك البرة، خدمت البرة، ركحت امورك ما ترقيت ما تحس ما قلت في كواليس قلت راه هوني خلينا نقولها كما هي، بلادي ما قدرتنيش كي مشيت للبرة الغربه قدروني هما وقدروا قرايتي وقدروا انا شنو وقدروني انا كانسان. شوف شوف اوروبا هي ما عادش كيما قبل، اما ديما خير من بلادنا صح. في اوروبا تخدم اقل سالير تاخوه، انا نحكي لك نعيش في بلجيكا كوتي فلامون، اقل سالير تاخوه 2000 يورو تخلص منهم 700 كرا وتفضل وتبعث لداركم وتبعث لوليداتك وتشيخ وتعيش وتلبس بيان ومتفرغ في حياتك. في البلاد هذه صاحبي اقسم بالله انا عندي صحابي عندي برشا ما ريتهمش يسخفوا حالهم يسخف، يعني كي نمشي للقهوه يجيك صاحبك كبير راجل كبير يقول لك برحمه بوك اعطيني سيجاره ولا خذ لي قهوه، تبقى بوش بيه ما عندك ما تتكلم صديق، ما عندك ما تحكي يا رجل كبير وكذا ويبدا تعب بالحق. يا عبيد يا لطيف اخوي اقسم بالله الله يقدر الخير، الله يقدر الخير في البلاد. ونعاود نقولها لك ريتو احنا الشعب هذا راهو بالحق راهو تو باش توصل لمرحله معينه باش تقيذ قيذه مزمر اخوي اقسم بالله والله يقدر الخير. خاطر ريتها ثوره تعدت علينا احنا كنا خاطر اي بلاد تعمل ثوره تتحسن الوضعيه، احنا الوضعيه ساءت وماشيه وتسوء اكثر واكثر واكثر كل نهار، يعني كل نهار تشوف يعني احنا قبل 20 فرنك كي تزاد بلاد كامله تقف على 20 فرنك، توا اجور تزيد اجور الاسعار تزيد، عباد ما عادش خالته معلم، كيفاش باش نعيشوا؟ شنو باش نعملوا بالضبط؟ انا نحب نهز وليداتي اقسم بالله البلاد هذي نعود نجاها عرفتها في الصيف نعمل لك الشاير ونمشي نقطع على روحي نروح، خاطر نورمالمون راني في بلادي بحذا وليداتي وبحذا بابا وامي، انا خمسة سنين ما روحتش نبدا خايف كان يموت بابا ولا كانت تموت امي شنو باش نعمل؟ عملت وريقات اول طياره روحت به بقيت بوش به ما فهمت حتى موضوع، دخلت البارح باش نقضي من غير ما نذكر ولا اسماء لما حاله ببليسيتي، دخلت باش نقضي دبوزه زيت ترغي ربع ب 7000 دبوزه زيت كبيره ب 30 دينار صاحبي بالرسمي في اوروبا ارخص من هنا معلم، ونعاود نقولها لك اوروبا ما هي شيء ارخص منا احنا حسب قلت لي انت قلت لي 1000 مره ما ترخيصه بطريقه غير عاديه يا ودي اقسم بالله العظيم واسال العباد اللي نستعرف في اوروبا صاحبي المعيشه ارخص من تونس، يعني ما فهمتش انا كيفاش يعني صمت ما رقيت ما تكون اسعار اوروبيه وعيشه حتى افريقيا تحسنت علينا راهو افريقيا طاروا بينا راهو المغرب طارت بينا مصر طارت بينا اثيوبيا طارت بينا رانا مروك بحذانا ليتها طارت بينا معلم اقسم بالله العظيم البلاد هذيا ما فهمتش فينا قاره ما عادش نجم ما عادش تلقى ما تحكي ما عادش تلقى ما تقول اني لما قبل نبعث لها في 300 يورو جات 900 دينار وتقول لي اسمعني راني مانيش خالت ندوخ انا نقول اخي صغيرين اخي تكيفوا يسكروا شنو الحاله هذه
كي جيت معلم كي جيت اقسم بالله ولد تعمل لي برا برا اخرج اقضي وحدك نزم يا تلف معلم نرجع بصرفات في جيبي بالرسم يا صديق اخي كيف جدك اقسم راك تعيش معنا وتعرف معلم اختمت باش تهزم يا تلف باش تاخذ شويه لحم وتاخذ دلاع وتاخذ اللاعه وشويه خضره باش طيب لك فطورك وغداك راهو راني مش متلف باش تعيشك جمع راك باش تعيش بها نهير نهيرين با بلوس نهيرين يعني شوف انت نهيرين يعني متلف انا علاش قلت لك اقل سالير راهو يلزمك 1500 ما بين 1500 حتى 2000 باش نقول لك 2000 يورو ما بين 1500 دينار ل 2000 دينار باش الانسان يعيش مرتاح وما عادش تشوف مشاكل وتشوف براكاجات وسرقه وقله معروف انا جيت تم تعذر اخويا انا والله نجي نسهل مرات نشوف واحد اغريسيف ولا كذا يقول لي انا في العمر هذا نطلب امي يقول اعطيني باش نمشي نعمل قهوه نطلب بابا منين الخدمه منين الخدمه ويقول لك او فما خدمه وين هي الخدمه انا صحاب شاهد اقول لك كيفاش ما خدمناش انا قلت خدمت يستغلوا فيا يعني تخدم قريت تقرا عمرك كامل شو قداش من عام في مدرسه في ليسي وتطلع تمشي للجامعه واربع خمسة سنين في الجامعه باش تتخرج باش تعاون بوك راه مش باش تقف الروح باش تعوض البوك وكذا هاك تعب انا يعني بابا على البوك يقف 300 الف يبعث لي 150 باش نخلص كريه وباش ناكل كاسكروت كاسكروت راه مش لي باش ناكل مثلا فطور وغدا وعشاء انا نهار كامل تمشي للريستورون يونيفرسيتير وفي العشيه باش تعمل الكاسكروت كافتاجي باش ب 1000 ونص با بلوس تتخرج بعد تبقى بطال بعد ما مشيت سي بون خسرتك بلادنا خلينا نقول اه معناتها كفاءه من الكفاءات نتاعنا اللي قاعدين يخرجوا بصفه يوميه ولان كل مره نسمع هاو 20 طبيب هاو 20 مهندس او معناتها النخبه نتاع النخبه نتاع بلادنا قاعدين يهاجروا ويخرجوا بعد ما خرجت ولقيت روحك غاديك قلت لقيت قدري وخدمت في الدومين نتاعي ومرتاح كي رجعت هون لقيت بلادك مستقبلتك معناتها لقيت استقبال باهي ولا كيف صراحة انا نحكي لك قلت لك خرجت اخر 2017 بعمري ما دخلت الحبس بعمري ما دخلت الحبس روحت عندي خمسة ايام روحت نهار الخميس في الليل هبطت في النفيضه ما في باليش بروحي اللي انا روشيرشي هبطت روشيرشي ما فهمتش قالوا لي عندك قضيه من 2010 من 2010 مشيت البارح للمحكمه في سوسه الابتدائيه باش نعمل كاف تفتيش السيد الشاكي بيا بعمري ما سمعت اسمه بعمري حتى في المنام ما نعرفوش كومبليتمون قلت لهم بالله نجم نعرفه هذا جيبوا لي قالوا لي باش تبقى تعمل في اعتراض وكذا وسيب عليك ما فهمتش علاش اكيك بغض وحزن يقول لك هو خرج وكذا ممكن كعبرها لي اكيك يكرهني ما نعرفوش حتى الاسم ما نعرفوش فضيتها مشكلة فضيت الحمد لله 10 سنين من 2010 يعني نورمالمون يعني تطيح بمرور الزمن اما يلزمك هاني جيت من القصرين لسوسه ومن سوسه نمشي للجرجاني هاني دفعت بطاقه تعريف وكل ورقه هذيك اللي هزيتها كف تفتيش ونرجع نص نهار وبعد نرجع نروح معناتها سامحني خمس سنين ما روحتش لتونس نهار اللي روحت تلقاه قلت لي نلقاه معناتها بالهلالو محكوم ستة شهور خمس سنين ما تروحش وعمري ما دخلت الحبس يعني كان جيت عامل مشكل تفكر روح محكوم غيابي ستة شهور غيابي ستة شهور حبس على شنو قال لك هو واحد شاكي بيك ما فهمتش شنو القضيه يلزمك تمشي وماك تعرف انت عرفت نحن المجتمع نتاعنا والحبيبات في المطار ويعني يلقاهم من الجنة والناس هات 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 افرح بيا منا افرح بيا منا ويا كل امور اداريه راه باش يعلم عليك كل الجمهوريه وباش يعطيك استدعاء ويسيبك انا من دخلت حصيله واللي هذا يقول لك افرح بيه افرح بيه طابت الحومه الكل اه وشنو افرح بيه افرح بيه ما فهمتش انا كيفاش شكون باش يفرح بيه انا معنا اقسم بالله ما فهمتش انا عندي وليداتي مروح لهم ودارنا وكذا يعني بالرسمي انا ما عادش نحب نشوف العباد اخوي صراحه انت قلت لي حرقت على سقف به بعد ما حرقت من وين مشيت بالضبط؟ انا حرقنا مشينا لايطاليا ايطاليا شدونا فك تشانتر وكذا بعد يسيبوك يعطوك لي سي باسي تبدا ما عندكش مشاكل في تونس اعطونا 6 ايام لي سي باسي برا على روحك ذوب من ايطاليا تعديت لفرنسا عندي خويا في فرنسا قعدت بحذاه بيريود دبرت خدمه في النوار نتاع مع واحد عباره مرمى نبدلوا في المابل في الوتله وكذا والحكايات هذوك بعد تعديت لبلجيكا في بلجيكا غادي قعدت بديت نخدم بشويه بشويه وصبيت وريقات من 2019 عملت وريقات جات الكورونا ما عطونيش بعد رفضوني مشيت للمحكمه بعد المحكمه قدمت اوراقي وشهادي ودنيتي الكل وجبت لهم حتى البيت روا من تونس اللي ما عنديش مشاكل اعطوني وريقاتي يعني خذيت خمسة سنين عندي كارت دو ريزيتونس عندي شهرين خذيت الخمسة سنين روحت للبلاد بالحق مش في بالي يعني البلاد كما خليتها اموا كما خليتها صحيت احنا قبل يعني كي تاخذ 20 دينار تنجم تعيش مع تاكل منها وتشرب منها وتنجم حتى تكبس على روحك شوي توا صاحبي نحكي لك الرحمن والقران
كل يومين نحط 100 دينار في جيبي ونخرج نعمل قهوه نعمل باكو دخان نقضي قضيات للدار. في العشيه ندخل يديا كيما كان نجبد 700 باش نشري قهوه فلتر ب 700. ريدا قهوه فلتر كنا نشرو فيها ليبوك 280 ب 300 320 تو ب 700. يعني نحكي لك انا حسب ما شفت الاسعار ولت فوكات. يعني انت كي الاسعار تطلع فوكات ما هو حتى انت تدخل زاد يردوا فوكات. فوالا انت خليك تاخذ 400 دينار ويطلع لك الاسعار يعني اسعار اوروبيه معيشه اوروبيه. وكي تجي تشوف الوضعيه تلقاها وضعيه كارثيه. يعني بالحق الله يقدر الخير يعني وين ماشيين البلاد هذيا كيفاش نعيش. واخذ العباد معال بالرسمي شوف العباد راه اقسم بالله 8000 عرضوني ساسو 8000 تساسي عباد تطلب عباد ما عادش خالته وتعذرهم الناس ما عادش خالته خاطر رجال كبار هذوما ياخذوا في 200 دينار باش يعيش منها هو ولا يعيش منها صغار. برجوليه البلاد هذيا لا مش يلزمنا ثوره حقيقيه باتم معنى الكلمه.